أهلا بكم. قال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي إن مجلس المحافظة صوت بالإجماع على اعتبار عموم نينوى محافظة منكوبة. وأضاف الكيكي أن المجلس طالب رئيس الحكومة حيدر العبادي بفتح تحقيقات في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين خصوصا في حي موصل الجديدة، وأشار إلى تدمير البنى التحتية للمحافظة بما فيها أكثر من 30 جسرا، فضلا عن المؤسسات الحكومية والخدمية، وكذلك ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 500,000 مواطن. من جهته قال نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة لنجيفي، قال إن القوات العراقية والتحالف الدولي استخدم ما وصفه بالقوة المفرطة في الموصل، وأعرب عن اعتقاده أن هناك حسابات سياسية وراء ما حدث، وأن الهدف هو إنهاء المعركة في أسرع وقت بغض النظر عن العواقب. هناك حسابات سياسية باعتقادي، بعض الأطراف تريد إنجاز المعركة بأقرب وقت بغض النظر عن النتائج. ليست هذه الحالة الأولى التي تستخدم فيها القوة المفرطة. على مدى تقريبا شهر تم استخدام المدفعية والصواريخ بشكل واسع داخل مدينة الموصل، وتم هدم كثير من الأحياء السكنية وفرار حوالي 200,000 من أهل المدينة نتيجة هذه الظروف، مع أن الحكومة قد طلبت منهم البقاء في منازلهم. وهذه الضربة الأخيرة كانت كارثة بكل المقاييس. بالتأكيد هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة وعلى التحالف الدولي، ولا بد أن يكون هناك تحقيق مستقل حتى نعرف من أمر بهذه الضربة. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من أربيل، السيد زهير حازم، عضو مجلس قضاء الموصل. أهلا بك معنا سيد زهير. حياكم الله. نعم سيد زهير، أسألك عن الحالة الإنسانية الآن بعدما قيل أن هناك استهداف للمدنيين وتحديدا في الموصل الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري الآن هو في رأينا أنه ليس تحرير وإنما تدمير، بل وصلت القضية قضية إبادة، حيث أنه منطقة بالكامل تضرب بصواريخ، سواء إن كان موجود قناص واحد أو قناصين، ليس هناك مبرر بأن تضرب بقنبلة وزنها 2 طن أو 3 طن. وفي نفس الوقت كان المفروض تجنب المدنيين في تلك المعركة بأن يكون هناك على أقل تقدير ثغرة لكي ينسحب منها داعش لكي يكون في منطقة قتل خارج مدينة الموصل، ولكن عند قطع كل الطرق معناته أن المعركة سوف تجري في داخل مدينة الموصل، وهذا ما سوف يؤدي إلى كوارث. أهالي الموصل عندما لم يخرجوا من مدينة الموصل، هذا قطع الطريق على داعش أنه أن يستخدم دورهم بحرية، ولهذا كان هذا نصر لأهالي الموصل والجيش العراقي بأنه أسرعوا في حسم المعركة. ولكن لو كان أهالي الموصل قد تركوا مدينتهم وتركوا دورهم لاستخدمها داعش كمتاريس، وكان ممكن أن تطول المعركة أشهر أو سنوات. نعم نعم سيد حازم، في المقابل الجيش العراقي ينفي تورطه بمجزرة الموصل، ويقول أيضا أن قيام تنظيم الدولة بتفجير عدد من العربات الملغمة التي يقودها انتحاريون لإعاقة تقدم القوات العراقية حسب قولي هو ما أدى إلى كل هذه الخسائر في الجانب المدني. ما رأيك في هذا الكلام؟ أعتقد الكلام حتى يكون صحيح ودقيق 100% سوف أقول لك الثلاثة المسؤولين عن قضية قتل المدنيين. الأول هو داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، حيث أنهم عندما يخسرون منطقة يعتبرون أن تلك المنطقة أصبحت خارج أرض الخلافة حسب ما هم يدعون، ولهذا قتلهم يعتبر بحكم المرتدين ويقتلون، يجب أن يقتلون، ولهذا يقصفون بالهاونات والمدفعية من قبل داعش. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهي المقذوفات التي تسقط من السماء من طائرات التحالف الدولي أو من طائرات العراقية، سواء كانت طيران الجيش السمتيات أو الطائرات المقاتلة. والأمر الثالث اللي هو مستجد واللي هو مرفوض نهائيا جملة وتفصيلها، هي أن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تستخدم الهاونات والمدفعية قبل أن تتقدم، أي تستخدم سياسة الأرض المحروقة أو تنهي كل ما أمامها. هؤلاء يا سيدي الفاضل هم ليسوا في ميدانهم، في منطقة مبنية
تحتاج إلى قتالات خاصة مثل ما عملوا أخواننا في قوات مكافحة الإرهاب، لم يستخدموا هذه الأسلحة بحيث أنه لم تسقط هناك هذه الخسائر في الساحل الأيسر، ولهذا نشاهد أنه نسبة التخريب أو التدمير في الساحل الأيسر قياسا للساحل الأيمن لا تتجاوز 20%، ولهذا بدأت الحياة تعود في الساحل الأيسر كله كان بفضل قوات مكافحة الإرهاب. أما ما يجري الآن في الساحل الأيمن فهو أكثر من 80 أو 85% من التخريب. أضرب لك مثل آخر، هي ليست منطقة مصر الجديدة فقط من خربت، مع العلم أن مصر الجديدة الآن هي تحت سيطرة القوات العراقية. هناك تصلنا اتصالات من داخل مدينة الموصل، من منطقة السوق الصغير، من منطقة البيدان، من منطقة القديمة أو الموصل القديمة العفو، أو من منطقة الشهوان، هذه كلها مناطق قديمة وبيوتها آيلة للسقوط. تصلنا اتصالات بأن هناك ألافات من الناس قد أصيبوا بجروح أو كانوا منهم عشرات أو مئات من هذه العوائل هم تحت الأنقاض بسبب القصف، وهم لا يزالون تحت سلطة داعش، لا يزالون تحت حكم داعش. هذه كارثة بمعنى الكلمة، لكون هي دورهم أساسا آيلة للسقوط، واليوم القصف أصبح يعني يؤثر جدا على حياة هؤلاء المدنيين، وحتى من الصعوبة أنه بعد إنقاذهم، لأن بدأت الأيام تتجاوز الفترة وهم تحت الأنقاض، فأعتقد أنه يعني ليس هناك أمل لكي يكونوا على قيد الحياة. نعم سيد زهير، تتحدث عن أن القصف ما زال قائما حتى هذه اللحظة، في حين أعلن الجيش العراقي وقف عملياته العسكرية بالجانب الغربي من الموصل بعد المجزرة التي حدثت في موصل الجديدة، وقال أنه المتحدث الرسمي للجيش قال أنه سيفتح تحقيق في الضربة الخاطئة التي أدت إلى قتل عدد من المدنيين. سيد الفاضل، أريد أن أبين لك أمرين في هذا السؤال. الأمر الأول إيقاف القصف، نحن أعضاء مجلس قضاء الموصل، رئيستنا السيدة بسمة محمد بسيم وهي الإمرأة الوحيدة في العراقية رئيس مجلس، ونحن الأعضاء منعنا من الدخول إلى مدينة الموصل إلى الجانب الأيمن، علما أنه نحن أول من كان يقدم المساعدات والإغاثة لكثير من أهلنا في الموصل، وهذا ليس منا وإنما هذا واجبنا، ولكن القوات الأمنية منعتنا هذا الأمر الأول، ولهذا لا نعرف سواء إن كان قد توقف القصف أم لا، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فمطالبة بتحقيق، فأعتقد أنه نحن أهالي الموصل قد فقدنا الثقة نهائيا بأي تحقيق يجري من قبل الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية، لكون أنه هناك عشرات بل مئات القضايا فتح بها تحقيق وسوفت، ولحد الآن لا نعرف نتائج التحقيق. ما نطلبه نحن أهالي الموصل أن يكون أولا تحقيق دولي من قبل دول محايدة ليس لها علاقة بهذا الموضوع، ويجب أن تثبت الحقائق وتكشفها للعالم جميعا ليس فقط للعراقيين وأهل الموصل بالتحديد، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني نطالب أن يكون الشهود في هذه القضية هم من الناجين من مدينة الموصل من هذا الإجرام الذي حل بهم، أو من الناس المتواجدين والقريبين من تلك المنطقة، حتى على أقل تقدير نقول أنه فعلا كان هناك تحقيق دولي لكي يأخذ جزاءه كل من اقترف هذه الجريمة ضد الإنسانية. وهذه إبادة بمعنى الكلمة. سيد حازم ابقى معي سأعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد نوفل حمادي سلطان محافظ نينوى، أهلا بك معنا سيد نوفل. لماذا أعلنتم على أن نينوى أصبحت منطقة منكوبة؟ ألو، أهلا بك سيد نوفل. أسألك إذا كنت تسمعني عن اعتباركم كمحافظ ومجلس محافظة لنينوى كمنطقة منكوبة، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بين النساء والأطفال والرجال باستثناء شخص مسن اسمه علي. نعم سيد نوفل، عفوا للمقاطعة لكن لا أسمع صوتك بشكل جيد، يعني تفضل لو تجب من البداية مرة أخرى، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نعزي ذوي الشهداء ونعزي أنفسنا ونعزي أهالي محافظة نينوى على هذه الفاجعة والمصيبة التي حصلت في موصل الجديدة
راح ضحيتها ما يقارب 134 بين نساء وأطفال وشيوخ وشباب، باستثناء شخص الزنون هو اللي الله نجاه من هذه الكارثة. سيد نوفل، كنت أسألك عن اعتباركم لنينوى محافظة منكوبة، الأسباب. تفضل سيد نوفل. انقطع الاتصال بيني وبين سيد نوفل حمادي سلطان محافظ نينوى، وسنعود إليه، نحاول العودة إليه إن شاء الله مرة أخرى، لكن عودة لضيفي من أربيل السيد زهير حازم، عضو مجلس قضاء الموصل. سيد زهير، قلت في بداية كلامك معي أننا ليس أمام حرب تحرير بل تدمير وإبادة. التدمير والإبادة هنا هو عمل منهجي للتغيير، تغيير السكاني والديموغرافي، أم هي أخطاء حربية ليست أكثر من ذلك؟ يعني ما نراه هو أخطاء يجب أن تعاد النظر بها، هذا أولا للأمانة. ولكن ما أريد أن أوصله عندما قلت أنه هو تدمير وليس تحرير، يا سيد الفاضل أتمنى أن تعلم أنه نشوة الفرح قد ذهبت، انتهت إلى غير رجع عندها للموصل. لا يوجد بيت ما فجع بشهيد أو بجريح أو بمعوق أو بهدم داره أو بقطع رزقه، بأنه مصدر الرزق الرئيسي الذي يمتلكه، سواء كان سيارة يعمل عليها أو مكتب أو محل قد دمر. فهنا أنه انتهت الحياة فيما يخص المواطن. اما امر اخر ان سيد حازم، انا اسف منك على المقاطعه، من الاستحاله العيش في الساحل الايمن لكون سيد حازم، ساعود اليك واسف للمقاطعه، لكن عاد الي الينا السيد نوفل حمادي سلطان محافظ نينوى. اهلا بك معنا مجددا سيد نوفل، وكنت اسالك عن اسباب اعتباركم واعلانكم عن محافظه نينوى كمنطقه منكوبه. الو سيد نوفل، اسمعك جيدا، تفضل. أنا كده أنا أريد أعرف المحور مال النقاش، وأريد من الضيوف اللي ليس معي ضيوف غيرك، والسيد زهير حازم عضو مجلس قضاء الموصل هو معي عبر من أربيل، وحضرتك فقط لا غير، وأسألك عن اعتبار قراركم باعتبار نينوى محافظة منكوبة. تفضل يا فندم. شو هالمنطقة شبكة من هاي المنطقة؟ شو صارت كده أكو شبكة؟ سيد نوفل تفضل. نعم. الو سيد نوفل، لماذا اعتبرتم نينوى محافظة منكوبة؟ تفضل يا فندم. اخي الكريم، انا اريد اعرف محور النقاش واعرف الضيوف اللي عندك منهم. هو محور النقاش هو قراركم اليوم مجلس محافظة نينوى بالاجماع على اعتبار عموم نينوى محافظة منكوبة، اسالك عن اسباب ذلك. ولا يوجد معي غير ضيف واحد فقط لا غير، من اربيل السيد حازم زهير عضو مجلس قضاء الموصل، تفضل يا فندم. اولا هذا اكثر من طلب، كانت هناك استضافه للسائل المعالي وزير الهجره ووزير التجاره وكذلك وزاره الصحه ووزاره الداخليه ووزاره النقل ومحافظ نينوى، تم استضافتهم في مجلس النواب لطرح مشاكل نينوى. ومن الاولويات تم طرح أن يكون هناك قرار من مجلس النواب العراقي باعتبار محافظة نينوى محافظة منكوبة. تمام. أما ما يخص قرار مجلس محافظة نينوى فهو قرار صائب، أنه تعتبر محافظة منكوبة، ومن خلال منبركم احنا نناشد المجتمع الدولي لانتشال محافظة نينوى من كارثة تاريخية وإنسانية لم يشهدها التاريخ، حتى وإن كان في هولوكوست فكانت مع هذه المصيبة. مصيبة نينوى كبيرة، مصيبة نينوى بحاجة إلى كل شيء. تمام. الحين نعم، أشكال هذه المصيبة أو الكارثة التي حلت بنينوى حسب تعبيرك ما هي سيد نوفل؟ أشكال الكارثة التي حلت بنينوى كما ذكرت ما هي؟ نعم،
سيد نوفل، تحدثت على أن ما يحدث لنينوى الآن هو كارثة إنسانية، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الكارثة؟ نعم. عفوا سيد نوفل، مرة أخرى أسألك، أنت تقول أن ما يحدث في نينوى هو كارثة إنسانية، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل هذه الكارثة سيد نوفل؟ يا أخي هي محافظة كارثة إنسانية، مصيبة وقعت على نينوى. نعم. يعني وجود دواعش تمركزت معظم دواعش العالم، جنسيات عربية وجنسيات أجنبية، قلتنا في مدينة وعاشت بها فساد، مارسوا أبشع أنواع العذاب والقتل، تفنن بأنواع العذاب والقتل. ألو، أسمعك سيد نوفل، تفضل أكمل. نعم، حاليا النزوح اللي يحصل للأهالي، بدأوا يجمعون العوائل الدار ويصعدون فوق السطح، يقصرون في سبيل أن علي وعلى أعدائي، هذا الشعار. المخيمات حتى الأمم المتحدة اعتبرت أنه ما عندها إمكانية تستقبل هذه الأعداد. الخطة اللي موجودة بالتنسيق مع القوات المشتركة مع الوزارات الخدمية للساحل الأيسر كانت ناجحة 100% وتغطية للعمليات العسكرية وكذلك للإباثة والإلقاء. للأسف الشديد انقطع الصوت من المصدر، كان معي عبر الهاتف سيد نوفل، هل ما زلت معي؟ للأسف انقطع الاتصال بيني وبين سيد نوفل حمادي سلطان محافظ نينوى، وعودة إلى ضيفي من أربيل السيد زهير حازم. سيد زهير، لماذا منعتم مجلس قضاء الموصل وأيضا على رأسه السيدة بسمة بسيم من الدخول إلى الموصل أو إلى مكان الاشتباكات بشكل عام؟ يعني اولا نحن الناس المعنيين بهذا الامر بانه يجب ان تكون كل الحقائق مكشوفه امام مجلس قضاء الموصل، امام الجهه الرقابيه لمجلس قضاء الموصل اللي هي تمثل اهالي مدينه الموصل مع القائمه المقاميه. منعنا لاننا انتقدنا هناك اخطاء موجوده، فانتقاد هذه الاخطاء منع علينا او صدر امر بانه منعنا من الدخول. اعتقد اليوم مدينه الموصل امام مستقبل جديد بانه يجب ان يكون هناك منع لأي شخص يرفض أو ينتقد الحالة، يجب أنه يكون هناك ضغط صارم على أهالي الموصل أنه لا ينتقدون أنه لا يبينون الأخطاء. أما اعتبار مدينة الموصل مدينة منكوبة، أعتقد هذا غاية بالأهمية يجب أن أجيبك عليه سيد الفاضل. مدينة الموصل أصبحت منكوبة، وهذا ما اتخذه قرار مجلس المحافظة نينوى والموقر الذي هو يعتبر هو الممثل الشرعي والرئيسي لمدينة الموصل. مدينة الموصل محافظة نينوى ومنكوبة لأنها أولا تم قتل أهاليها ونسب كبيرة جدا عالية من القتلى، ثانيا تم تخريب الكثير من الدور والمحلات ومصادر الرزق، ثالثا تم قطع كافة أو أغلب الطرق، تم تدمير كافة المستشفيات، ثلاثة مستشفيات كبيرة سعة 200 سرير كل واحدة موجودة في الأيسر انتهت. في الجانب الأيمن أربعة مستشفيات، اثنان منها لحد الآن دمر، كافة المراكز الصحية دمرت، شبكات الماء تدمرت، شبكات الكهرباء، يعني محطة كهرباء 400 الوحيدة اللي موجودة في الموصل محطة كهرباء السحاجي تدمرت بالكامل. لدينا محطة أخرى في منطقة الطواجنة لحد الآن لم تدخل الخدمة، لدينا مولدات موجودة في محطة كهرباء المنصور الغازية، الوحدات اليابانية التي أتتنا هدية من الشعب الياباني الصديق عام 2008 اتدمرت. فاليوم كل البنى التحتية في داخل مدينة الموصل اتدمرت، وفضلا عن ذلك تم قتل الكثير من أهالي الموصل إما من قبل داعش أو من قبل القصف في التحالف الدولي أو من قبل القطاعات تقدم وتستخدم الهوانات والمدفعية. فبالله عليك أكثر من هذا، ألا تستحق أن تكون مدينة الموصل محافظة نينوى وهي منكوبة؟ نعم سيد حازم. نعم. ماذا عن أعداد، هل لديكم معلومات وحصر بأعداد القتلى من المدنيين في الموصل؟
يعني حاليا أغلب الظن أنه من خلال اتصالاتنا مع الكثير من المواطنين في المناطق التي هي موجودة تحت سيطرة داعش والذين هم خارج سيطرة داعش، يعني خلال هذه الأسبوع أو العشرة أيام، خلينا نكون دقيقين بالضبط، من يوم 17/3 ولحد الآن تجاوز عدد الشهداء وليس القتلى، عدد الشهداء من أهالي الموصل تجاوزوا أكثر من هذا العدد الذي ذكر، كثير أكثر، يعني تجاوز العدد 2075 أو 2100 شخص. أضرب لك ثلاثة أمثلة أو أربعة أمثلة بسيطة. أولا ما حصل لعائلة السيد أحمد جاسم أبو بارق في منطقة موصل الجديدة، 26 شخص من عائلته، أكرر 26 شخص من عائلته استشهدوا في عائلة سيد توفيق، تجاوزوا عدد الشهداء 35 شخص في عائلة المرحوم الشهيد يعرب خضر القداوي، وهم هؤلاء من أهالي الموصل الميسورين والمعروفين كلهم، 11 فرد من عائلته، كذلك هناك أسماء كثيرة لا يسعني الوقت أن أذكرها، ولكن كلهم استشهدوا من جراء القصف، قسم منهم قد تم إخلاؤهم، لا يتجاوزون 10% أو 20%، والبقية لا يزالون لحد هذه اللحظة هم تحت الأنقاض. نعم. سيد حازم، تحالف القوى العراقية طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في مقتل عدد كبير من المدنيين في الموصل، هل تعتقد أن رئيس الوزراء سيقدم على هذه الخطوة بشكل حيادي؟ أنا أعلم أنه السيد رئيس الوزراء سوف يقدم على هذه الخطوة، ولكن نحن أهالي مدينة الموصل، محافظة نينوى، لم يكن ولم تبقى لدينا ثقة من هذه التحقيقات. السبب أنه كان هناك تفجيرات قبل تفجيرات الموصل وقبل هذه المجزرة الإبادة في الموصل، كل هذه التحقيقات، عشرات بل مئات التحقيقات، ولم نلمس لحد الآن أي شيء من هذه التحقيقات. فنحن اليوم عندما نطالب المجتمع الدولي بالتدخل بالتحقيق بهذا الأمر، نحن نقول أنه فقدنا الثقة، ولهذا نطلب ناس أن يكونون حياديين. أما تحالف القوى أم غيره أم القوى السياسية الأخرى، مللنا من الاستنكار ومن الشجب ومن المطالبات. ماذا فعلوا اليوم؟ اليوم أنا لا أتكلم عن 328 نائب عراقي، خلي أتكلم على نواب محافظة نينوى، 39 نائب لدينا، 5 نواب أو 4 نواب فقط اللي يعملون، وشيء بسيط ما يستطيعون أن يقدموه، جزاهم الله خيرا. طيب أين بقية النواب؟ هل مدينتهم تستحق هذا الترك؟ من أجلسهم على كراسي البرلمان وجعلهم مسؤولين وهم VVIP؟ أليس هم أهل الموصل؟ أليس من الأحرى عليهم هؤلاء والوزراء الذين هم عن مدينة الموصل أن يتركوا وزاراتهم وأن يتركوا مجلس النواب وأن يتجهوا إلى مدينة الموصل وأن يشكلوا خلية أزمة؟ يستطيعون ما يستطيعون أن يقدمون وأن يسهلون أوامر هذه الناس التي تقتل والتي تذبح؟ يعني أنا لا أعلم ما هي الفائدة من جلوسهم في بغداد وبس فقط رواتب ومخصصات وألهم يذبحون ويموتون في مدينة الموصل. نعم. سيد حازم، دعني أعود إلى تصريحات السيدة بسمة بسيم رئيسة مجلس قضاء الموصل، التي قالت فيها الذي شهدت موصل الجديدة مجزرة وبدت مهدمة إلى الغاية جراء قصف الطائرات، إن ما حصل، هكذا تقول السيدة بسمة بسيم، يكاد يكون أمرا مقصودا، كونه لم يستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لم يتجاوز عددهم 6 أشخاص قبل خروجهم من الحي. ما رأيك في هذا الكلام؟ أنا أعتقد كلام السيدة بسمة بسيم رئيسة مجلس قضائنا، مجلس قضاء الموصل، هي صادقة في كل ما تتكلم، بدليل يعني هل من المعقول أنه إذا كان 2 أو 3 من داعش أو 6 أو حتى 10 أو حتى انتحاريين أنه يتم قصفهم بقنابر زينة القنبرة الواحدة 2 طن أو بأسلحة فتاكة بحيث أنه تمحي محلات أو بيوت كاملة من الوجود وبهذه الأعداد؟ طيب هل نسبة ما يقتل من داعش مقارنة من المدنيين هو ما بنسبة 10% 5%؟ هم نقبل، ولكن لحد الآن لم تصل نسبة القتل في داعش 1% قياسا مقابيل هؤلاء المدنيين الذين يقتلون من الأطفال والنساء والشيوخ.
أما ما تقوله ست بسمة بأنه هذا الأمر أصبح كوباني، لأن لو تأتون وتشاهدون الخراب، أضرب لك مثل بسيط، يسمعني السيد سالم البجاري جاء ودخل على هذه الإمرأة البطلة الشجاعة بسمة بسيم وقال لها أهلي تحت الأنقاض، وفعلا 11 واحد عائلتهم تحت الأنقاض. ذهبت إلى الساحل الأيسر واستكرت شفر مع تدانو لغرض رفع هذه الأنقاض حتى تستطيع أن تخرج هذه الجثث. أخرجت فقط وجدوا جثة واحدة اللي هي خارج الأنقاض، وعشرة جثث هم موجودين تحت الأنقاض، ساعدتهم حتى تستطيع أن تخرجهم حتى يستطيع أن يأخذهم ويدفنهم. هل هذا العمل كله ألم تكن بعده حساب؟ يعني لا أعتقد أنه أكثر من هذا جريمة، وأعتقد أنه حتى نستطيع أن نسميها جريمة القرن 21. أشكرك شكرا جزيلا السيد زهير حازم عضو مجلس قضاء الموصل، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من أربيل. مشاهدينا الكرام فاصل، ويواصل زميلي محمد دحو في قراءة النافذة وفيها نتابع. تقارير حقوقية وأممية تحذر من تفاقم أزمة الغذاء والعلاج التي طالت ثلث سكان اليمن.